لا يمكن أننا نفرق الأسرة الواحدة، هذا لا يحدث ديال تفريق الأسر فيما بينها إلا داخل الحكومة. وهنا لا بد من جيول تصريح رئيس الحكومة اللي يطلب من وزير في الحكومة ديالو ووزيرة منتدبة ما يتلقاوش في الوزارة، هذا رئيس الحكومة، هذا الحل اللي يلقى. مع كامل الأسف هذا المعني بالأمر برلماني ديال هذه المنطقة، مع كامل الأسف، مع الله، مع كامل الأسف، مع كامل الأسف، وأصبح وزيرا وتم في وقت سابق نفس العملية مع امرأة مسكينة كانت متزوجة وبالكذب ديالو والنفاق ديالو طلقات مسكينة ولا زالت مطلقة. اليوم الوزيرة هي مباشرة طلقات ثلاثة الوليدات والسن ديالها 52 سنة. حنا نرفض ذلك، لا نقبل تشتيت الأسرة المغربية، لا نقبل تشتيت الأسرة المغربية. برلماني خدا ثقة ديال الشعب، صبح وزير في الحكومة اشتت عائلة، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، لا يقبل.